التحالف يتهم الحوثيين بشن حرب إبادة في كشر وتهجير 5000 من أبنائها. أهلا بكم من جديد إلى نشرة المساء من العربية. قال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، قال إن الحوثي ينفذ عملية ممنهجة لإبادة سكان مناطق قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة. المالكي أوضح أن الحوثيين قاموا بتهجير حوالي 5000 أسرة من كشر. الميليشيات الحوثية تقوم بعملية ممنهجة لإبادة أبناء محافظة كشر. هناك عملية ممنهجة، هناك حصار، هناك قتل خارج إطار القانون، هناك حرق للمزارع، هناك قتل خارج إطار القانون سواء كان بشكل فردي أو جماعي. وبذلك العمليات العسكرية هي تحترم القانون الدولي والإنساني. لا تزال المقاومة في مديرية كشر تقاوم الأطماع أو محاولات الميليشيات الحوثية بالسيطرة على المديرية. التحالف ملتزم وكما ذكرنا سابقا بدعم كافة القبائل وأيضا بحماية المواطنين اليمنيين. لا شك ما تقوم به الميليشيات الحوثية هو عملية ممنهجة لإبادة المواطنين اليمنيين في المديرية وأيضا عملية حصار لأهالي المنطقة. ضمن العملية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الممنهجة في مخالفة القانون الدولي والإنساني، هناك أكثر من 7921 اختراق أو انتهاك للقانون الدولي والإنساني، ويشمل تهجير المواطنين، وهناك حوالي 5000 أسرة هجرت في المديرية، وأيضا عمليات القتل خارج إطار القانون لأكثر من 200 حالة ضد المدنيين، وأيضا إحراق المزارع والاستهدافات العشوائية